هاد الدومين هذا دخلتي عليه خاصك تعرف باللي خاص غادي تطحن فيه ديال بصح، كاين بزاف ديال النصابه غادي تجي لك فلوس هو فيها اكثر الهضره والزواق، هو راه ما تيعرف حتى شي حاجه ما فهم حتى شي حاجه. وكان واحد السيد ودار واحد البلبله مؤخرا كان ديما كيطلع لايف مع الدراري واخا هو ما تعرف حتى وزن وما يزربش، راه خاص تكون عندك 20000 دولار في جيبك وتدخل الخليج وما عندك حتى شي معلومه غتخسرها. كاين عندك الليد فيه، كاين عندك الكونفورمد فيه، كاين عندك الديليفريد فيه، كاين عندك الشيبينغ كوست، كاين عندك السي او دي في، كاين عندك الريتيرن فيز، كاين عندك بزاف ديال لي فيز اللي خاصك تدخلهم قبل ما تحط اصلا انت برايسين باش بتبيع. حيت دوك الناس عندهم واحد القدره الشرائيه طالعه تقول لا راه اي ثمن درت راه غيشري راه ما يمشيش من عندك. وهنا ما كندوزوش للهارد سكيلينغ، اون فوا كنلقاو برودوي باللي خدام كيجيب لنا الليد وكاع لي كي بي ايز مزيانين، لا راه خاصك ترد البال واحد المساله 46 برودوي 50 برودوي تيقول لك لا ما لقيتش لوين البرودكت، راه عمرك ما تلقاه نتايا. من الاحسن انا تخرج نمشي في حالات اللي كيقول لك لا زيد تيستي مازال عفوا كيضحك عليك من الاخر بزاف عندك مزيان. هاد السي بي ام اللي هضرتي عليه بزاف اللي كيسولوا عليه على اساس ان السي بي ام ديما عندهم طالع، اذا درتي هاد المسائل هادو اللي قلت لك وتجنبتي هاد الشيء اللي قلت لك كون على يقين انه السي بي ام غيكون عندك طايح. ما يكذبش عليك شي واحد يقول لك لا الايجنسي اداكونت لا راه تهنى من سته لا غتهنى، هاد الهضره ما كايناش. بحكم بزاف ديال الناس سولوا واحد السؤال، نبغيك انت عندك واحد الاكسبيريونس في الخليج، كيقول لك شنو كيبان لك في لافيليات في الخليج كنصيحه ليهم، شنو تقدر تقول لهم عليها؟ سير في حالات من الاخر. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك اول حاجه معنا في اللايف. مرحبا بك الجنه الله يحفظك. نتمنى ان شاء الله زعما هذا اللايف يدوز مبارك، نبارطاجيو ان شاء الله الماكسيموم ديال لي زانفو مع الدراري. داكور وان شاء الله التوفيق ديال الله، نتمنى الله تعالى يوفق. واحد الحاجه بغيت نشير ليها هو ان في انستغرام عندي دابا ملي طلعت شي ملي انفيتيت دونك تخربق ليا البارامتر ديال اللايف، دونك لي كومونتير ما بقاوش كيطلعوا ليا الدراري. المهم انت الا بان لك شي كومونتير ولا شي حاجه هادشي ابخي زعما ماشي دابا. لا لا يعني ماشي مشكل. داكو خويا رضا، اول حاجه زعما ملي كيطلع معنا اي واحد في اللايف كنعطي واحد المولاي يعرف براسو باش لوديونس يعني تعرف شكون اللي معنا في اللايف، لك الكلمه اخي رضا. معك رضا، خدام في الجي سي سي في السوق الخليجي تقريبا من 3 سنين هادي. داكو وهذا يعني خير الكلام ما قل ودل، نتمنى الله تعالى يوفق نجاوب على الاسئله ديال الدراري. وهذا مكان ونبارطاجيو لي زانفو وهذا مكان. داكو ان شاء الله باذن الله الله يسخر لينا. اللهم امين. المهم نبداو بس يعني اي واحد غيسمع بهذا المارشي كيفاش ممكن انه يبدا، شنو هما اول خطوات اللي ممكن انهم يديرون باش يبدا في الاي كوميرس في جي سي اس؟ دابا اول حاجه غنبداو بها هو التعريف ديال الاي كوميرس في جي سي اس. داكو الله داك الله يخطيك. جي سي سي بحالو بحال اي ماركت سواء المغرب سواء الاوروبي، هو الصعوبه شويه كاينه في الخليج فهمتيني. يعني لو واحد بغى يدخل للخليج راه كاين بزاف ديال الحوايج انه خصو يرد من البلاد. اول حاجه لحقاش هو لي فيز لي فيه طالعين على لي مارشي الاخرين فهمتيني، طالعين على الدروب شيبي. في الخليج كاين بزاف ديال لي فيز الواحد هادشي ما غاديش يبان ليه من الاول، ولكن خاصو ضروري يعطي وقت كافي لراسو بانه يتعلم شويه بشويه وما يزربش، راه خاص تكون عندك 20000 دولار في جيبك وتدخل الخليج وما عندك حتى شي معلومه غتخسرها فهمتيني. يعني اول حاجه خاص الواحد يديرها فاش يبغى يدخل جي سي سي خاصو يدير بعدا يدير واحد الماركت ستادي، يدير واحد الدراسه ديال السوق، يفهم بعدا داك المارشي كي داير، يحاول يشوف تقريبا يرجع واحد العام هذا يشوف شنو كيتباع تما. المهم يدخل اد لايبراري فيسبوك ولا تيك توك كرياتيف سنتر، المهم يدير واحد كيما تنقولوا تغذيه بصريه، يمشي يقلب يشوف شنو هما الانواع ديال البروداكت اللي تيتباعو تما، يشوف لي كرياتور باش يلونسيو الناس، يشوف لي لاندين بيج، يشوف الاسمنه باش كيبيعو الناس تما. هاكا يدير واحد التغذيه بصريه على الاقل يعرف بعدا شنو كيتباع تما، شنو كيتحرك، شنو الناس كيبغيو. وهذا الشيء ما غاديش زعما يجيب ليله وضحاها، لا الواحد راه اتليست خصو يعطي لراسو اتليست واحد 15 يوم 20 يوم تيفهم المارشي شويه، يشوف لي برودوي اللي ديجا كيتباعو تما كما قلت لك، يدير واحد التغذيه بصريه بعدا يشبع بعدا الفكر ديالو يعرف شنو كيتباع تما، يشوف الانواع ديال الكرياتيف سواء اليو جي سي سواء المونتاج فيديوز، يشوف لي سكريبت باش يخدموا الناس، يشوف لي لاندي باش كيفاش كيتصاوبوا، يشوف الكوبيراتيف كيفاش كيدار، يحاول يتعلم ويتعمق شويه بشويه على تيف مو مارشي باش يبغي يبدا ديك الساعه فاش يبغي يبدا يشوف بعدا شنو هما الكواتشات ديال ديال سميتو ديال وين البرودكت لي برودوي اللي بغى يخدم عليه، يحاول يجمع واحد 5 ولا 6 لي برودكت
صاب لهم الكرياتيف ديالهم بيسد على داك الدراسه ديال السوق اللي دار هو. وانت بالنسبه لي لاندين بيج، شوف داكشي اللي خدام تما ويحاول انه ما يحاولش يبدع، ما يحاولش يبدا يسد من راسه، يشوف شنو خدام يتانسبيرا ويخدم على داكشي ويحاول يحسن. ندوزو للسؤال الثاني. داكو. المهم نبداو ايطاب باغ ايطاب، نقولوا مثلا هذا السؤال هذا ديال نقولوا البيست ذا بيست زعما ميثود ديال برودكت ريسيرش. بالنسبه للبرودكت ريسيرش كاينين بزاف ديال لي ميثود، ما نحاول نسهل على الدراري. داكو اول حاجه الواحد يحاول انه يتواضع على الفري تولز، الفري تولز اللي هما بحال فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، تيك توك كريتيف سنتر، يبعد كاع على لي سباي تولز، فهمتيني؟ حيت داكشي اللي في لي سباي تولز ديجا كيكون حرام، فهمتيني؟ يعني الاف ديال الناس ديجا عندهم واحد، حتى هما عندهم نفس لاكسي بحالك بحالهم، يعني كيتجسسوا على نفس لي مارشي تقريبا، يعني ما كاينش شي حاجه جديده، داك كيجيبو كيتعاود، فهمتي؟ مقارنه بالفري تولز لا، يعني تقدر تلقى وين برودكت في الفري تولز احسن من سباي تولز، حيت سباي تولز ماشي انت اللي كتقلب، راه كاينين الاف ديال الناس اللي تيقلبوا، هو يقدر طيح في الكونكورونس، يعني تقدر تدبر على شي برودوي تقول هذا وين برودكت، ولكن تلقى راه اتليست واحد 100 ولا 67 واحد اخر لقى داك البرودوي قبل منك، فهمتيني؟ وإلا جيتي دير واحد دراسة السوق غتلقى ديجا هو ديجا سورس البرودوي ديجا دخلو السوق، زعما ديجا دخلو السوق، يعني ما تقدرش تنافس معاه إلا كنتي أنت بوحدك، إلا كان هو ديجا عنده تيم خدام راه أوتوماتيكمون ما تبانش قدامه، فهمتيني؟ حيت أنت إلا كنتي بادي يلا بادي وأنت بوحدك راه كدير كلشي راسك، منك البرودكت ريسيرش، منك كدير ليستين، كتصاوب، كدير ديزاين، كدير فيديو إيديتين، كدير بزاف ديال الحوايج، كدير الميديا باين، باش بحال واحد عنده تيم، فهمتيني؟ نبقى في المسألة ديال البرودكت ريسيرش، الواحد يمشي يقلب في الاد لايبراري، يقلب لي كيوردز بالكلمات المفتاحية ويقلب ويشوف، أعطي شي ماشي اكزامبل ديال بالضرورة كيورد. تقلب في الماركت اللي بغيتي تخدم فيه، خاصك تقلب في لي ماركت الاخرين، مثلا في يو اس، في البيك فور، كندا ولا اليونايتد كينغدوم ولا استراليا ولا نيوزيلاند ولا يونايتد ستيت في امريكا، حاول تقلب في هاد الفايف كانتريز هادو، وراه ضروري غتلاح في شي ويني برودكت، خاصك تقلب بالكي ووردز اللي يكونوا تروندونس، فهمتيني؟ بحال فري شيبين، بحال بيست سيلين، يعني الكي ووردز اللي يكونوا كلمات مفتاحية اللي غيجبدوا لك دوك لي برودوي، لي برودوي نعطيك الكرايتيريستيك ديالهم اللي خص الواحد يعتمد عليهم فاش كيقلب، سواء الكوسميتيك سواء الجادجيت. اول حاجة خص البرودوي يكون تيحل واحد المشكل، يكون بروبلم سولفر، هذه اول حاجة. ثاني حاجة تكون فيه لو كومبيتيشن، ثاني حاجة يكون يونيك، رابع حاجة خصو يكون هاي بيرسيفد فاليو، خامس حاجة يكون لو ويت، يكون خفيف الوزن ديالو، سادس حاجة يكون لو برايس، يكون شوية رخيص في الثمن، ويكون قليل زعما صغير في الحجم ديالو، حتى إلا كنتي بديت سورسي أو تيستيتو أو بديت سورسي، واخا يكون برودوي رخيص، ولكن إلا كانو الديمنشن ديالو كبار راه غيتقام عليك غالي، نقول على سبيل المثال واحد البرودوي لقيتيه ب3 دولار، وكان كبير في الحجم ديالو راه يقدر يوصل لك 20 دولار ولا 16 دولار ولا 17 دولار في السورسين الحبه، فهمتيني؟ يعني قد ما كان البرودوي صغير وقد ما كان الثمن ديالو صغير، اشتغلوا هادشي كنهضر على جي سي اس، قد ما كان الثمن ديالو رخيص زعما والديمنشن ديالو صغار، يعني باش تبقى انت يبقى لك واحد نيت بروفيت مزيان، حيت في الخليج اللي فيه طالعين شويه، كاين عندك الليد في، كاين عندك الكونفيرمد في، كاين عندك الديليفرد في، كاين عندك الشيبين كوست، كاين عندك السي او دي في، كاين عندك الريتيرن فيز، كاين عندك بزاف ديال لي فيز اللي خاصك تدخلهم قبل ما تحط اصلا انت في برايسين باش بتبيع، عاد تحط الكونفيرمد ريت، عاد تحط الديليفري ريت. في سيميوليشن حنا ديما كنمشيو على انا طريقه باش كنخدم، انا حاول ديما باش دير الحساب، كنهضر دابا على الخليج، حاول ما امكن تحط اسوأ لي سيناريو، تحط في البرودكت كوست، تحط الثمن ديالو الاصلي، الليد الثمن باش كتجيب الليد، حاول تحط 5 دولار الليد، كوست بير ليد، لا كوست بير اوردر، لا كوست بير بيرتشيز، حاول تحط 5 دولار، هادو اسوأ لي سيناريو كتحسب بيهم باش انت تبقى بروفيتابل. في الكونفيرميشن ريت خاصك تحسب 50%، بالنسبة دابا الماركت ديال السعودية كاين 50% في الافريج، كاين 50% في الكونفيرميشن ريت و45% في الدليفري ريت، يعني حاول تحسب بهاد لي طو هادو باش تشوف النيت، باش تشوف الا او بي باش غتبيع، واحد الافريج او فاليو اللي يخليك انت رابح، واخا في اسوء لي سيناريو تبقى انت رابح، هكا كتعرف شنو هو الكوست اللي مربحك،
كوست اللي اللي مخسرك والبريك ايفن ديالك. كتسمعني كنسمع. لا دابا هكا باش تعرف حيت انا معاك، انا معاك غير زعما هادشي متوجه زعما للناس. الدراري اي باش زعما ما نكونش نعرض ولا شي حاجه. لا معاك، انا معاك، انا معاك. يحفظك الله يخطيك. المهم كيما قلت لك حيت دابا الاغلبيه شنو تيوقع لهم تنجحوا في واحد البروجي خدام، وبعد باش نتفاهموا على واحد المساله من الاول، شي حاجه سميتها وين البرودكت خص الدراري يحيدوها من بالهم. ما كاينش شي حاجه سميتها وين البرودكت، اقدر اجيب برودوي يكون مزيان وكيبيع فيه واحد اخر، ولكن هذا ماشي دليل انه برودوي اللي خدام. راه خاصك تشوف اشنا هما لي كرياتيف باش نخدموا هذاك خونا في اي ماركت، فهمت؟ شوف النوع ديال الكوبيراتي اللي حاط في اللاندي بيج ديالو، شوف واش انت عندك الضغط على اللودين سبيد ديال اللاندي بيج، شحال كتابلود فاش كيكليك على لوليا. ما عندكش هاد الداتا كامله، يعني الواحد فاش يلقى واحد الويني برودكت نسميوه مثلا ويني برودكت، واخا انا ما كنبغيش نسمي هاد السميه هادي برودوي، خاص يكون بزاف المسائل باش يكون رابح. اول حاجه خاص الكرياتيف تكون اتراكتيف، الاوفر خاص يكون عندك وينين اوفر، اللاندين بيج تكون مصاوبه مزيان، سيرتو في الكوزميتيك. في الكوزميتيك كيحتاجوا لي برودوي واحد الشرح اللي هو كبير، ماشي بحال الكادجيت. الكادجيت ديجا هو شرح راسه، ولكن الكوزميتيك خاصك تشرح للعميل سيرتو في الخارج، ماشي حيت دوك الناس عندهم واحد القدره الشرائيه طالعه تقول لا راه اي ثمن درتو راه غيشري، راه ما يشريش من عندك. باش جا المساله في راسك الشيء اللي ما كنتيش عاطي واحد الاوفر اللي هو ويني، راه ما يشريش من عندك نهائيا. خاص هو يحس باللي هو داك الاوفر اللي عاطيه انت رابح اكثر منك انت. واخا تقدر تعطينا شي، تعطي للدراري شي اكزامبل ديال الاوفر، كيفاش يوفر البروداكت؟ اوفر مثلا على سبيل المثال كاينين بزاف ديال الطرق، بزاف ديال لي زوفر، كاين شري واحد خد الثاني فابور مثلا، خد واحد والثاني خدو بسميتو بنص الثمن، يعني الثاني خدو بنص الثمن، خد مثلا جوج ونعطيك جوج فابور، خد مثلا ثلاثة ونعطيك ثلاثة فابور، فهمتيني؟ خد مثلا ثلاثة وخد جوج فابور وعندك الفري شيبين يعني التوصيل مجاني وما غتخلصش حتى ديك الساعة. يحاول الواحد يتيستي حتى لي زوفر باش يشوف اشنو هو الوينين اوفر اللي يخدم ليه. يعني راه في اي كومبين، في اي كومبين كتلونسيها راه كاينين اربعة المراحل فاش كدوز ديك الكومبين، كاين التيستين، كاين الاناليزين، كاين الكاستمايزين، وكاين سكيلين. اول مرحله هي التيست، فاش كتجي تجرب برودوي هاتيك تسمى تيست. من بعد كاين سميتو كاين الاناليزين، كاين التحليل، يعني كتحلل كتشوف الارقام ديالك الكي بي ايز ديالك، تشوف من بعد كاستمايز، يعني من بعد كتعدل على دوك التحليلات اللي درتي نتايا. الا كان كلشي مزيان وغادي بخير كدوز لافاز ديال السكيلين، وهنا ما كندوزوش للهارد سكيلين. يعني ان فوا كنلقاو برودوي بلي خدام وكيجيب لنا الليز وكاع الكي بي ايز مزيانين، لا راه خاصك ترد البال واحد المساله، خاصك ترد البال الكونفيرميشن ريت، خاصك تيستي البرودوي لا كونفيرماسيون ديالو قبل ما تسورسيه. يعني دوك الليز اللي جاو ليك حاول انه تواصل مع السيرفيس مع من خدام الكول سنتر كتعطي هذوك الليدز، كتقول له تي تيست لي لا كونفيرماسيون، الا كانت عندك الكونفيرماسيون مزيانه صافي. وجاتك واحد 20 ليد كنتي لا طالق الاتس ب 20 دولار مثلا، واحد 19 17 ليد، انا هي زعما خذ البرودوي. وفاش تبغي تسورسي البرودوي حاول ما امكن جيب اقل كميه، الا لقيت تجيب 50 جيب 50، فهمتي؟ اقل كميه لقيت تجيبها جيبها، واخا يكون عندك ثمن واخا يكون عندك فلوس ما تغامرش. حيت علاش؟ هذه هي لافاز ديال التيست الاولى، من بعد فاش كيوصلك الستوك هذه لافاز ديال التيست الثانيه، حيت هنا غادي تيستي الديليفري ريت، فهمتيني؟ ما غاديش تيستي الكونفيرميشن ريت، غاتيستي الديليفري. ديك الساعه الا كانت الكونفيرماسيون مزيانه والديليفري مزيانه كتزعم كتجيب ستوك، ثاني ستوك جيب 500 نيشان، ثالث ستوك جيب 1000 1500، هادشي على حسب الوقت فاش خرجتي انت لو ستوك ديالك، فهمتيني؟ دونك مسألة باش كوموندي ستوك تاني وتجيب كونتيتي كبيرة، كتبقى شحال المدة باش اللي كيديتي ستوك الأولاني؟ من طبيعة الحال حيت هنايا في الأول ما كتكونش عندك أنت واحد، ما كتكونش عندك الداتا، ما كتعرفش شنو هو، يعني ما كتعرفش شحال عندك الديليفري. أنت في المرحلة ديال التيست تيستي لا كونفيرماسيون وعرفتي لا كونفيرماسيون شحال فيها وتبازيتي وعاودتي الحساب وشفتي باللي الكوست راه مربحك، ولكن ما عرفتيش الديليفري. يعني يقدر تكون عندك 60% في الكونفيرميشن ريت والديليفري تقدر تكون طايحة عندك 35%، فهمتي؟ وتقدر تخرج خاسر، واخا تجيب الكوست بير ليتر بدولار غتكون خاسر، فهمتي؟ ففي الخارج الحساب ضروري بزاف، والواحد
الا غيدخل يحاول يتعلم الحساب هو الاول، يعرف كيفاش يحسب مزيان وكيفاش يحط الارقام ديالو مضبوطين باش ما يخرجش خاسره، كاين اللي تيجيب الليتس وفي الاخر تلقى راسه خاسر، والاغلبيه وما اكثرهم. المهم باش نبقاو في السؤال ديال البرودكت ريسيرش، واخا هضره كتجبد هضره وكان يس حاجه اخرى، الكويتريستيك المواصفات اللي قلت خاص الواحد يعتمد عليهم، يحطهم في واحد يصاوب شي جوجل شيت في اكسل ولا جوجل شيت، يصاوبه ويحط فيه هاد الكويتريستيك هادو، ويحاول ما امكن يحط مربعات صغار باش يكوشي اي برودوي فاش كيدير البروداكت ريسيرش، البرودوي اللي لقاه كيحطو، ومن بعد فاش كيجمع مثلا واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع ديال الخدمة، يجمع مثلا واحد 10 ولا 15 برودكت كيحطهم في داك الجوجل شيت، من بعد كيجي حيت انت ما كتختارش البرودوي حيت انت عاجبك ولا بالعاطفة ديالك ولا تقول لا راه غادي، لا خاصك انت تمشي على حسب واش فيه هاد المسائل اللي ذكرنا ولا لا، من بعد كتبدا تكوشي اللي لقيتي فيه سكور طالع حاول ما امكن تيستي هذاك هو الاول، من بعد تيستي الثاني اللي من بعد منه، من بعد الثالث هكا، راه الا كنتي خدمتي بطريقه صحيحه، حيت دابا في المغرب الوينين ريت اللي باش تلقى وينين برودكت تقدر تلقاه في وسط من 3، فهمت؟ في الخليج راه خاصك تيستي المينيموم واحد 6 لي برودوي، 5 6 الفوق عاد تلقى وينين برودكت، فهمتيني؟ والمشكل اللي كتلاحظ فيه اغلبيه ديال الدراري في اي ماركت، ولكن اللي تيستي 40 برودوي 50 برودوي تيقول لك لا ما لقيتش لا وينين برودكت، راه عمرك ما تلقاه نتايا، انت من الاحسن انك تخرج تمشي في حالات، اللي كيقول لك لا زيد تيستي مازال عفوا كيضحك عليك من الاخر، علاش؟ اولا اللي كيقول لك هذيك الهضره ما باكش اصلا انه تعيق انت فين كاين القلب، حيت انت ديجا ما عندكش واحد المعرفه كبيره باش تفهم علاش ما خدموش هي دوك لي برودوي اللي ديجا تيستيت انايا، راه ما يمكنش تقول لي هذه سيتي 20 ولا 30 برودوي ما لقيتش واحد البرودوي اللي خدام، لا كاينه شي حاجه ما ماشي هي تما، يا اما انت ما كتعرفش تحلل، يا اما ما كتعرفش دير برايسين مزيان، يا اما لي كريا ما خداميش ليك، يا اما لاندين بيج ما خداميش ليك، المشكل كيكون في لي كي بي ايز وما كتعرفش تحلل. ها انت خيري دابا باش ناخذ اكزامبل، ناخذ اكزامبل بواحد تيستا هاد 40 برودوي، في نظرك تيستا 40 برودوي، جا عندي مثلا ولا عند واحد اخر قلت له ودي انت ما كتعرفش تيستي ولا ما كتعرفش تجرب البرودوي، قلبتي معاه مثلا درتي الاناليتيكس عرفتي عنده واحد الخلل، نعطيو شي اكزامبل هكا باش يبان حي، نقول له مثلا راه عندك المشكل مثلا في الكريا، عندك مشكل في كذا، وتحاول في نفس الوقت انت كتقول لي المشكل اللي كاين، هير اكزامبل، فهمتي؟ هير اكزامبل باش نمشيو اكزامبل وكنعطيو الحل. دابا اهم ماتريك اللي كيغفلوا عليه الناس في التيستينغ هو الكونفرجن ريت، شتي الا كانت عندك الكونفرجن ريت طالعه مثلا 5% 6%، نقولوا مثلا باش يفهموا الناس من وسط 100 من وسط 100 دخلوا عندك في السطور 6 شراو، هذه كتسمى 6% في الكونفرجن ريت، 5% الفوق راه مزيانه، الا واخا يكون عندك السي ار طايح اكثر من 0.50 وكانت عندك الكونفرجن ريت طالعه، عرف هذاك وين البرودكت من الاخر، هنا السي ار تقدر تطلعو بسهوله في الكريا، ولكن الا كانت عندك الكونفرجن ريت طايحه هنا عندك مشكل كبير، فهمتيني؟ الواحد فاش كيلونسي التيست بزاف د الحوايج خاص يعتمد عليهم في الكي بي ايز يحللهم، عندك الامبريشن بزاف الناس ما كيردوش البال على هذه المساله، عندك الامبريشن وسميتو الريتش، خاص تقرب البال للفريكونسي، الفريكونسي شنو هو؟ هو الامبريشن مقسوم على الريتش كيعطيك الفريكونسي، والفريكونسي كيكون من 1 حتى 10، وباش تبقى انت في السيف سايد باش تبقى انت في واحد سميتو في واحد المنطقه امنه، ذاك الرقم ما خصوش يفوت اصلا جوج، جوج ونص ما خصوش يوصل 3، علاش؟ اشنو هو الفريكونسي؟ الفريكونسي فاش كيوصل 3 كطيح في الادفاتيك، الادفاتيك شنو اللي كيسببها؟ انه الامبريشن طالع ولكن الريتش طايح، يعني انت الكرياتيف ديالك كتطلع، ذاك البرودوي ديالك كيطلع للناس الواحد واحد البيرسون مثلا انا كيطلع ليا اكثر من 3 المرات فاش كنت مثلا فيسبوك ولا تيك توك ولا مثلا كيطلع ليا اكثر من مره، يعني يقدر يسبب ليا ازعاج، نقدر ندير ليه هايد ولا نقدر ندير ليه شي حاجه باش ما يبقاش يطلع ليا، هنا شنو كيطرى هنايا؟ هنا الفيسبوك ولا تيك توك ولا اي بلاتفورم خدمتي بها كتقول لا انت راه كدير شي حاجه ماشي هي هذيك، فهمتي؟ وهذه المساله هذه راه كتؤدي للسدان، فبالنسبه باش الناس يردوا منها البال، هاد لي ميتوكس هادو دابا فتناهم وشرحناهم بشويه، عندك السي تي ار الكليك ثرو ريت في الخليج كما قلت لك قد ما كان طالع كان مزيان، واخا يكون هابط
هابط، ولكن كانت عندك الكونفرجن ريت طالعه، واخا يكون سي تي ار طايح راه مزيان، هنا كطلع السي تي ار كتزاد الكونفرجن، هنا كيما بلي البرودوي راه خدام. الحاجه اخرى باش تراكي واش اللاندين بيج مزيانه ولا لا، كتشوف السبيد ديالها، الابلود سبيد، فاش كيكليك الكلين على لو ليان شحال الوقت كياخد ليه باش يدخل السطور عندك، ولا لاندين بيج ولا برودكت بيج. يعني باش تيستي لاندين بيج عندك ديجا واش مزيانه، كتدخل واحد لو سيت سميتو جي تي ماتريكس، كتحط فيها لو ليان ديال لاندين بيج ولا البرودكت بيج كما كان، باش ما كنتي كتخدم نتايا. هنا كيعطيك شحال كتابلود لاندين بيج، وكيعطيك واش مزيانه ولا لا. كانت عندك كتابلود اتليست خصها تابلود قل من 4 ثواني باش تشد هذاك الكلين، حيت اصلا الكلين فاش كيكون تيسكرولي وراه ما عوضش يشري عندك نتايا، ولكن فاش يعجبو الكريا ديالك ويكليك على لوليا اوتوماتيكمون خصو هنا 4 ثواني ما تفوتهمش باش تطلع ليه لاندين بيج. المشكل اللي كيأدي انه لاندين بيج تكون ثقيله في الابلودين ديالها، لي كرياتي لي زيماج ما كيكومبرسيوهمش الشباب، سواء بنات سواء دراري، حنا كنهضرو اون جينيرال. فاش كتقاد انت لي زيماج اللي كتخدم بيهم في لاندين بيج ولا برودكت بيج ما كتكومبرسيوهمش، هنايا كيكونوا في الوزن ديالهم ثقال بزاف، فاش كيكليك الكليان عليها يعني كياخد كتير وقت كتير باش تخرج لي لاباج، باش يقرا هو يزيد تقنعو نتايا بداك الشيء اللي شاف في الكريا باش هو يتحول لعميل محتمل. هنايا الا ما طلعتش ليه وفات مثلا واحد 7 ثواني راه الاغلبيه كيسد وكيخرج كيكمل، وان فوا هنا كيخرج من عندك راه كيكون عندك واحد الكونكيرونس اوتوماتيكمون، فيسبوك ولا تيك توك كيطلع ليه نفس واحد اخر بحالك طلق نفس البرودوي، فهمتي؟ حيت هو ديجا ديتيكتك بلي انت مهتم بداك البرودكت، راه غيطلع ليه واحد اخر بحالك انت طالق ليه نفس الاعلان، فهمتيني؟ فباش تعرف لاندي بي جي واش مزيانه ولا لا، حاول تراكيها باللاندين ريت. هنا كتصاوبها في فيسبوك، كتدخل للكاستمايز كولومز، كتدخل ليها من تما كتصاوب اللاندين ريت. داكو واضحة. وحاجة أخرى دابا كان ديستو كان شرح وكان نسى السؤال، وحاجة أخرى حاول ما كان في الخارج سي بي ام ما يكونش طالع بزاف، سي بي ام يكون قل من 3 مزيان، قل من 4 راه مزيان، مزيان هاد طالع بزاف عند مزيان هاد سي بي ام اللي هضرتي عليه، لأن بزاف اللي كيسولوا عليه على أساس أن السي بي ام ديما عندهم طالع. دابا الاسباب اللي كيخليو السي بي ام طالع ونذكروا منهم شي وحدين، انه الدراري ما كيديروش ايفور كبير، كيلقاو كرياتيف كيهزوها كيما هي ما كيبدلو فيها حتى شي حاجه، وهنا الروبو كيديتكتك بلي هزيتي كرياتيف ديال واحد اخر، حيت ديجا نتا الكريا الا هزيتيها اتليست خصك تبدل ليها الميتا داتا. الميتا داتا هي واحد الكود كيتعرف بها البلاتفورم ديال الاد، سواء فيسبوك سواء تيك توك سواء جوجل بونسوان ما نعرفوه، باش ما كتخدم نتايا كرياتيف فاش كتهزها راه كيكون عندها واحد الرقم تسلسلي كيتعرف عليها ديك البلاتفورم. الا هزيتي انت الكريا لواحد بحالك طالق بنفس الكريا راه كيديتيكتيك بلي هزيتيها، هنا راه تيطلع لك السي بي ام. ثاني حاجه اللي كطلع السي بي ام هي الاودينس، الا كانت صغيره، كانت الاودينس صغيره راه غيطلع لك السي بي ام، قد ما كانت الاودينس كبيره قد ما كيكون السي بي ام طايح. رابع حاجه اللي كيهزو ثاني لي زاد كوبي كيما هما وكيخدموا بيهم كوبي كولي راه كطلع السي بي ام، سواء في الاد كوبي سواء في الكرياتيف. رابع حاجه حاول تبعد ما امكن ما تطلقش في السبت والحد باش ما يطلعش لك السي بي ام بزاف. وكاينين حاجات اخرين حنا عيب عجاله الخلاصه قلنا المسائل الواحد اللي رد منهم البال باش يكون ليه السي بي ام طايح، بحال هنا في المغرب راه السي بي ام كيكون قل من واحد، قل من جوج، واحد ونص، واحد بحال ما في الخارج. حاول ما امكن يكون قل من ثلاثه، اذا درتي هاد المسائل هادو اللي قلت لك وتجنبتي هادشي اللي قلت لك كون على يقين انه السي بي ام غيكون عندك طايح. طيب خدم بلي كرياتيف وخا تهزو مع انت واحد اخر حاول تموديفيه عليهم، الا ما كنتيش كتخدم مع شي اجون كتقاد لك الكرياتيف حاول تموديفيه عليهم نتايا، ولا بدل لهم الميتا داتا. وباش تبدل الميتا داتا راه شي حاجه اللي سهله، كتدخل اي في اي اي لوجيسيل ديال المونتاج سواء كاب كات سواء ادوبي بريمير برو سواء اي لوجيسيل كتخدم به، كتنقص لها غير في لي سوكون، سواء الوسط سواء الاول سواء الاخر، سبيد دوريشن كتنقص فيها. مثلا كريا هزيتيها فيها 30 ثانية حاول تنقص لها واحد 2 ثواني تكون 28 ثانية ولا 27، ولا موديفي فيها شي حاجة باش حتى انت هكا باش تلونسي بها البلاتفورم ديال الاتس ما ديتكتكش بلي هزيتي نفس الكريا
وعاود تلقتي بها، حيت هادو ما بين الاسباب اللي كيطلعوا السي بي ام. اوكي. وكنظن واحد المساله خلينا نبقاو في الادفيرتايزن، واحد المساله هو ان الناس ديال الخليج كيخدموا تشاب تيك توك ابار فيسبوك. بالنسبه للتيك توك، شنو النصائح اللي تقدر تعطيهم اللي كاي واحد كيدير الادفيرتايزن في تيك توك وتيطيح حتى هو في مشاكل ديال السي بي ام او لا السدان او لا كذا، شنو النصائح ديالك اخي رضا اللي تقدر تعطيهم باش يتجنبوا دوك الاخطاء وينجحوا لهم الاعلانات في تيك توك؟ فهمت. بالنسبه للسي بي ام نفس القضيه، سواء فيسبوك سواء تيك توك، هزيتي كرياتيف ديجا طلق بها واحد اخر وطلقتي بها نتايا، السي بي ام غيكون طالع لك. فهمتيني؟ حاول ما امكن ما تنساش في السبت والحد، حيت كيكون بزاف، كيكونوا الناس جالسين وكيكون واحد الضغط كبير على لي بلاتفورم ديال الارت. فهمتيني؟ هنا السي بي ام تيكون طالع، ويلا كان واحد البرودوي باش قد ما كان برودوي جديد، السي بي ام كيكون طايح يعني تطلب. فهمتيني؟ يعني الا كان برودوي جديد كيكون سي بي ام طايح، الا كان برودوي فيه واحد الكومبيتيشن كبيره سي بي ام حتى هو تيكون طالع. هادو هما ديال الاسباب اللي تيطلعوا السي بي ام. الا غنهضروا دابا على المرحله، على المرحله ديال السدان، واحد الحاجه الشباب خصهم يديروها في بالهم، السدان راه فيك فيك، ما يكذبش عليك شي واحد يقول لك لا الايجنسي اداكونت، لا راه تهنى من السدان، لا غتهنى، هاد الهضره ما كايناش. ما قبل ما يبقى يزوق عليكم شي واحد ويبيع عليكم الاوهام، ولا ما يكذبش عليكم شي واحد، السدان فيك فيك، والسدان راه حاجه مزيانه الناس اللي ديبيتون. باش علاش؟ يعرفوا. كطيح في مشكل كتقلب ليه على الحل، كتلقى الحل، كتافونسي. الا بقيتي انت كيخلعك السدان غتبقى حدا رجليك، ما عمرك توصل شي حاجه. فهمتيني؟ والسدان راه اسهل حاجه تقدر تتعامل معاها، راه كاينين مشاكل اخرين جايين في الطريق غطيح فيهم فين يبان شي سدان. بيان سور. السدان راه عندك حلول. فهمتيني؟ السدان تقدر تخدم بلي ستريكتور، ماشي غادي يهنيوك من السدان لا، ولكن كيتسموا باك اب، يعني كيطيح اداكونت عندك اداكونت اخر، كيطيح بيزنس سنتر عندك بيزنس اخر، بيزنس سنتر اخر ديجا فيه الداتا، ديجا فيه لي اداكونت اخرين. فهمتيني؟ وباش الناس يتفاداو السدان كاينين جوج ديال المسائل، الواحد نشرحوهم بلا ما حد جبنا السدان. لي بروداكت كاين الجاجيت وكاين الكوزميتيك. فهمتيني؟ الجاجيت ما فيهش السدان، الجاجيت فيه السدان على شي حوايج بساط بحال دوك لي كاميرا ديال التجسس، بحال هاد لي برودوي هادو، ولكن الجاجيت كيبقى احسن حاجه الا بغيتي تفادى السدان. وكما قلت لك السدان راه بالعكس الواحد خصو يفرح، قد ما كطيح في مشكل كتحلو كتافونسي، قد ما كيخلعك السدان وكتقول لا تسد لي اكا ولا تبكي عليه وتقول الداتا مشات لك، مشات الداتا وتجي واحده اخرى، اشنو هو فين هو المشكل؟ هاد الدومين هذا دخلتي ليه خاصك تعرف باللي خاص غادي تطحن فيه ديال بصح. الا كنتي كتخدم عند الناس واحد 8 سوايع ولا 9 سوايع، عرف هاد الدومين هذا غادي تحرق فيه عقلك ديال بصح، غتحرق عينيك قدام البيسي، غتقدر تخدم 16 17 18 ساعه يعني بلا حدود، ما عندكش وقت الراحه، حيت ديما انت كتبقى قدام البيسي، ديما خاصك تراكي، ديما خاصك تراقب المسائل ديالك. المهم نبقاو في المساله ديال السدان. الا كنتي غتخدم الكوسميتيك كاين طرق باش تفادى السدان، مش غتفادى 100% زعما تقول لا راه ما غنوقعش والله ما غنطيحش في مشكل، لا لا بالعكس، مشاكل غطيح فيهم غطيح فيهم، بالعكس هذه الحاجه خاصها تفرحك افونسو غتزيد لقدام. باش تفادى السدان غنقول لك هي شي حويجات اللي ربما يساعدوك. الا كنتي غتخدم باللي كرياتيف، حاول ما امكن تخدم باليو جي سي باش تفادى السدان، واخا كاينين يو جي سي اللي تيكونوا اغريسيف كيسدوا عليهم، ولكن اليو جي سي كيبقى احسن حل لواحد ديبيتون يقدر يخدم فيه ويتفادى السدان. يو جي سي هي اليوزر جينيريتد كونتنت. ثاني حاجه اللي الواحد يخدم بها في الكرياتيف ديالو، يحاول البرودوي اللي غيخدم عليه يكون قد لي واحد، يكون يحاول يلقى ليه واحد شي واحد اللي كيهضر على داك البرودوي، بحال تيدير ليه الانبوكسين ولا الريفيو، كيصورو هكا قدامو عادي اللي كيصور فيه، من بعد كيصاوب واحد الكريا اخرى فيها اغريسيف، يعني لقطات اللي هما اغريسيف كيحطهم في فيديو بوحدهم، من بعد كيشد هذاك الفيديو اللي فيه دوك اللقطات ديال الاغريسيف يحاول كيحطو فوق داك الفيديو اللي هو الانبوكسين، كيحطو على الجنب لتحت ولكن كيكون صغير شويه. فهمتيني؟ فيديو فوق واحد اخر، هذاك كيهضر على برودوي كيدير الانبوكسين قدامه، ودوك الفيديو الصغير اللي صغرتي فيه الاغريسيف، دوك اللقطات اللي هما اغريسيف اللي كيسد عليهم تيك توك ولا فيسبوك كيكونوا لتحت في الجنب، سواء الفوق سواء لتحت، بالاحسن حطهم لتحت داك الفيديو
هكا الروبو ما تيديتكتكش، ما تيديتكتش هذوك داك الفيديو الصغير، كيديتكت هو الفيديو الكبير، فهمتيني؟ هنا ما كيسدش على هذا النوع ديال الكرياتيف، واخا يكون برودوي كوزميتيك ويكونوا فيه دوك اللقطات اغريسيف، ولكن درتي ليهم فيديو بوحدهم وحطيتهم في الجنب ديال الفيديو الاخر اللي كيكون انبوكسين، هنايا كيكون داك الكريا كدوز لك بالزرق في المالي ريفيو دغيا كتاكتيف. ثالث حاجه في الكرياتيف، حاول ما امكن انك تخدم بلقطات سريع، مثلا حاول يكون الكرياتيف اللقطات اللي حطيتها فيه الا كان مونتاج فيديو يكونوا سريعين، وحاول ما امكن حتى سميتو حتى السكريبت ديالك كلمات ما يكونوش باينين بزاف، يعني ديما حاولت في السكريبت يكونوا كلمات مغلوطين شويه باش ما يديتكتيهمش الروبوت، فهمتيني؟ الا كنت غتخدم بالتكست حاول دير عليه شويه ديال التشويش، ما يكونش باين بزاف باش هكا ما يديتكتيهش الروبوت. انا ما بين المسائل اللي كنخدموا بهم هكا كنتفاداو السلطان، واخا السلطان فيك فيك، واش ما خاصوش يخلعك، خاصك ديما تكون عندك الباك اب ديالك، الخدمه تبقى ديما غاده، واخا تسد اداقه جوج 10 الخدمة خاصها ديما تبقى غادا، الواحد إلا لقى يخدم بالإيجي سي أد أكاونت يخدم بيهم أحسن، داكو كيكونوا شوية مزيانين وأحسن من لي زاد أكاونت الآخرين العاديين، حيت لي زاد أكاونت الآخرين العاديين كيكون فيهم ليميت سباند، مكتقدرش تسباندي بزاف سيرتو فيسبوك كتكون عندك 50 دولار في الأد أكاونت. لي زاد أكاونت اللي عاديين، كاين لي زاد أكاونت اللي كيطلعوهم على حسب 250 دولار 500 دولار، مي الواحد إلا لقى يخدم بالإيجنسي راه مزيان. وقال لي بغيت تصاوب الايجنسي اد اكونت لا ما يشريهم، كاينين طرق تقدر تصاوب بهم الايجنسي اد اكونت راسك، تقدر تصاوب كلشي راسك، ما تحتاج تتعامل لا مع ايجنسي لا حتى شي حاجه. داكو. مثلا نبقاو في هذا البلان ديال الكاتشي، قال لك كيقول سؤال، قال لك كيفاش نقدر نسكيلي تشي في التيك توك ادز، بين قوسين زعما في الكاتشيت، كيفاش ممكن يسكيلي في التيك توك ادز وخدام كاتشيت؟ قوانين بوحدك ياك غالبا يعني ملي كيقول سكيلي يعني لقى واحد البرودوي في الكاتشيت، وراه كيهضر دابا على الكاتشيت. اول حاجه فاش كتلقى برودوي خدام مزيان كيجيب لك الليدز، ما تزربش هنايا كما قلنا، واخا تكون جبتيه حيت في التيست الثاني انسى عليا التيست الاول، التيست الثاني فاش كتجيب اول ستوك خاصك حتى تكون عندك الداتا، مثلا خاصك تكون تليفراو شي ليدز، تكون تليفراو شي وحدين باش تعرف الديليفري ريت ديالك، فهمتيني؟ ما تجيش تسكيلي بالزربه وانت مازال ما عارفش شحال عندك في الديليفري، هي تقدر تسكيلي وتخسر فلوسك ويكون عندك الديليفري طايح وتصدق انت خاسر فلوسك، حيت بزاف ديال العوامل كيعتمدوا على الدليفري يكون مزيان ولا لا، منهم الثمن باش كتبيع، منهم الكواليتي ديال البروداكت، منهم الشيبين شحال كياخد الوقت على حسب اينا ماركت باش خدام، كاين بزاف د الحوايج اللي كيتحكموا في الدليفري. فالواحد فاش كيكون عنده، فاش كتكون عنده كونفيرميشن ريت مزيانه والدليفري مزيانه وديجا داير حسابه وكيلقى بان النت بروفيت كيشط ليه مزيان في اسوء لي سيناريو، كيشط ليه النت بروفيت مزيان على كل يونيت كتبع، هنا اش غايدير؟ غادي يدوز للميد سكيل، ما يدوزش للهارد سكيل، يعني الا كنتي تراقب 20 دولار دوز ل 50 دولار، فهمتيني؟ قد ما كنتي جامع الداتا مزيان قد ما كتكون مهني. فاش كتجي الهارد سكيلين، انا نهضرو على لي ميثود ديال السكيلين، في الهارد سكيلين الكومبين اللي كتجيب لك مزيان ما تقيسهاش، تخليها كيما هي، ما تقيسهاش، ما تموديفيش فيها، كتديبليكيها. هادي اول مرة، هادي اول مرحلة ديال السكيلين، كتديبليكي على حسب الاداكاونت، بعدا شوف انت ليميت سبان عندك شحال، كتديبليكيها. هادي اول مرحلة ديال السكيلين، كتديبليكيها، كتديبليكيها في 5 في 10 على حسب الفيجي اللي عندك، كل ادسيت من هادو لي زاتيت لي ديبليكيتي كدير ليها ثمن ديالها بوحدو، فهمتي؟ يعني مثلا وحدة غنعطيها 50 دولار، وحدة 70 دولار، وحدة 100 دولار، وحدة 150 دولار، وحدة 200 دولار، وحدة 300 دولار، هادو على سبيل المثال انت والبادجيت اللي عندك. من بعد كتشوف انت في هاد لي زاتسيت هادو اين وحدة فيهم كتجيب لي كوست بير ليد اللي طايح ومربحك، فهمتيني؟ هادوك اللي كيجيبوا لك كوست بير ليد مربحك ما مخسركش، حيت فاش كدوز للسكيلينغ هنا راه اوتوماتيكمون لي بلاتفورم ديال الاس اون فوا كتزيد في البادجيت ولا كتديبلو كتزيد في البادجيت كيطلع لك الكوست بير ليد، فهمتيني؟ كتديبليك انت هنايا وكتبدل في البيدجي ولا كتانكلوسي داك البادجيت، هنايا كتشوف لي زاتسيت اللي كيجيبوا لك الكوست بير ليد اللي مربحك انت، اللي ما موصلكش للبريك ايفن واللي ما مخسركش،
اللي جابوا لك مزيان كتخليهم، اللي كيكونوا مخسرين كتطفيهم، هذوك اللي جابوا لك مزيان عاود دوبليكيهم. هنا على حسب الاكونت كما قلت لك الليميت سبان شحال فيه. لا ميثود الثانيه ديال سكيلينغ، كتسكيلي بلي بلاتفورم. حاول تسكيلي بلي بلاتفورم، مثلا خدم لك في تيك توك دوز الفيسبوك، خدم في فيسبوك دوز لجوجل. نفس طريقة السكيلين في لي بلاتفورم كاملين ديال الادفرتايزين يقدر يخدم بيهم. دابا الاغلبيه كيخدموا بنفس الطريقه، واخا فيهم شي حاجات اللي مبدلين، ولكن الاغلبيه كيخدموا بنفس الطريقه. هو السكيلين في تيك توك احسن من فيسبوك. فيسبوك ما تيك توك السكيلين فيه قليل، ماشي بحال سميتو، ماشي بحال تيك توك. تيك توك تقدر توصل فيه بزاف ديال الطرق في السكيلين. ندوزو لا ميثود الثالثه في السكيلينغ في التيك توك. لي كرياتيف اللي خدموا لك مزيان كتحاول ما امكن كدير دوبليكيت الاسط اللي خدمات ليك وكتحطها في نيو كامبين، فهمتيني؟ نيو كامبين كتحطها في نيو كامبين وسميتو وكتدوبليكيها. فاش كتدوبليكيها وحده كدير فيها في سميتو في الكونفرجن ايفنت، وحده كدير فيها البليس اور بليس اون اوردر، وحده كدير فيها الكومبليت بايمنت، وحده كدير فيها الانيشال تشيك اوت، وكتديبليكيهم فوا 3 فوا 4 فوا 5 كل واحده في دوك لي زاتسيت. وكتبقى انت ديما كتراقب الداتا ديالك وكتشوف اين واحده فيهم كتجيب لك الكوست بير ليد اللي مربحك واللي ما وصلش للبريك ايفن. ديما انت ما خاصكش توصل للبريك ايفن باش ما تبقاش خاسر. البريك ايفن هو فين ما كتكون لا خاسر لا رابح، بحال راه مسخر، فهمتيني؟ وكاينه الطريقه الخامسه اللي كتسكيلي بلي زاد اكونت، يعني داكشي اللي درتي في هذاك الاداكونت ديبليكي في واحد اربعه ولا خمسه ديال لي زاداكونت وديبليكي في لي بلاتفورم ديال الاس، وهكا راه كتسكيلي زعما اوريزونتال وفيرتيكال. يعني الواحد يجرب ويحكم، حيت هنا انت كتعامل مع روبو ما كتعرفش شنو كيخدم ليك، يكذب عليك كذاب يقول لك لا انا راه كندير هذا واحد جوج ثلاثه كتخدم ليا، ولا لا راه ديما كنجيب نفس الكوست بير ليد. كيهضر خاويه ما كاينش هذيك الهضره، فهمتيني؟ هنا انت كتعامل مع واحد الروبو ما كتعرفش شنو غيخدم لك نهائيا، فهمتي؟ لا في لي كرياتيف لا في لي لاندين بيج، لا في كل شيء، لا في السكيني. انت هنا كتيستي وديما تيستي 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 هنايا، حيت كتعامل مع روبو هو اللي ما كتعرفش انت كيفاش كيلقى لي زودونس ديالو اللي يعني كيفاش كيجيب الكوست اللي مربحك ديما. انا ما كتعرفش هادشي، هادشي كتعرفه فاش كتيستي بزاف ديال الحوايج، والحاجه اللي خدمات لك كتديبليكيها اوتوماتيكمون، يعني بلا ما يجي يقول لك شي واحد لا راه كندير هادي وهادي وهادي، تبقى ديما رافح، فهمتي؟ هادو لي ميثود ديال السكيلينغ. نهضرو في لي ميثود ديال التيستين، ميثود ديال التيستين، حيت نهضرو دابا هنا بزاف الناس كيخدمو في المغرب، فهمتيني؟ فيسبوك بزاف كيخدمو في فيسبوك في المغرب، فنبقاو في فيسبوك باش الدراري نحاولو نتلفوهم شوية. أول ميثود ديال التيست في فيسبوك كتخدم ديناميك كرييتيف. هنا واحد ديبيتون نعطيك احسن سميتو احسن ميثود خدمت بيها في الديناميك كرييتيف. اشنو كدير؟ كتكري كومبين كدير فيها جوج ديال لي زاتسيت، كل ادسيت الاولى كدير فيها ثلاثه لي كرياتيف مختلفين، كدير فيها جوج ديال البرايمري تيكست اللي هما الاد كوبي وجوج ديال لي هيدلاين. الادسيت الثانيه كدير فيها ثلاثه لي زيماج، وكدير فيها جوج ديال لي زاد كوبي وجوج ديال لي هيدلاين. هنا كتعطي انت كتعطي الحق لفيسبوك يتيستي لك الحاجه الزوينه هي غيجيب لك. وبزاف بزاف ديال واحد المساله ما كيردوش فيها الناس البال ولا كيحقروها هما لي زيماج. لي زيماج باغفوا راه كيجيبوك لي غيزولط احسن من الفيديو، باش الناس ما يحقروش شي حاجه. حيت كما قلت هنا انت كتعامل مع روبو ما كتعرفش شنو كيخدم، فاي حاجه خدم بها اي حاجه. الا بغيتي تزيد حاجه اخرى تزيد الادسيت الثالثه دير فيها ثلاثه ديال لي كاروسيل، فهمتيني؟ جوج ديال لي زاد كوبي وجوج ديال لي هيدلاين. الديسكريبشن بلا ما تكتبو، حيت الديسكريبشن اصلا ما كيطلعش في التليفون، كيطلع في الناس اللي كيشوفوا الاد من البيسي. في التليفون ما يطلعش بلا ما تكتبو، تعتمد انت على لي زاد كوبي وعلى لي هيدلاين. الديسكريبشن بلا ما تكتب، فهمتيني؟ هذه الميثود الاولى في التيستين في فيسبوك. لا ميثود الثانيه كدير كومبين ABO فيها ثلاثة ديال لي زاد سيت، كل اسيت كتحط فيها كرياتيف، وديك الكرياتيف كتجيبليكيها فوا جوج، يعني كيكون عندك في كل اسيت ثلاثة نفس الكريا.
اشنو كدير؟ كتمشي كدير ليها ايديت وكتبدل ليهم طامبنيل. طامبنيل كتبدلها من الفيديو، ماشي كتصاوبها، لا الفيديو كتبدلها من الفيديو. كتدخل لذاك الفيديو نيت لي دوبليكتيف جوج كيوليو ثلاثه، كتختار ليه ثلاثه ديال لي طامبنيل في كل سميتو في الادسيت الاولى. هذا الفيديو الاول، الفيديو الثاني كيكون مختلف على هذاك، كتصاوب ليه توا ثلاثه لي طامبنيل من الفيديو نيت. الفيديو الثالث كيكون مختلف على الثاني، كتصاوب ليه توا ثلاثه لي طامبنيل، كدير ليه اد كوب وحده وهيد لاين وحده وكتستي بها. بالنسبه لا ميثود الثالثه، كدير كومبين وحده سي بي او فيها جوج ديال لي زاتيت، كل اتيت كدير فيها جوج ديال لي كرياتيف. حاولت نلخص، كاين بزاف ديال لي ميثود، مي الواحد يتيستي راه كل واحد وشنو غيخدم ليه. فهمتوا؟ بيان سير بيان سير، ما يعتمدش واحد على ميثود وحده، يحاول يجرب. يقدر يقدر ميثود تخدم ليا انا ما تخدمش لي. راه لقيتيني قبل ما نطلع لايف، قبل ما نطلع لايف لقيتيني نيت كنريكوردي فيديو على فيسبوك اس، وقلتها لهم قلت لهم اودي راه الميثود دابا انا اللي كنشرح لك راه ربما تخدم ليا وما تخدمش لك انت، دونك جرب جرب الميثود اللي وريتك، جرب دي ميثود اخرين بالسي بي او، جرب دينا واللي خدمات لك هي اللي تبقى خدام فيها، يعني ما تعتمدش ما تحصرش راسك بميثود وحده. من طبيعة الحال، حيت هنا انت ما هنا انت ما كتكونش عندك بحال قلتي، ماشي انت اللي كتحكم في الروبو، فهمتي، باش يجيب لك داكشي اللي بغيتي انت. انت هنا كتعطيه الداتا، كتعطيه المعلومات، وهو كيختار لك داكشي اللي كيبان ليه مزيان، فهمتي، هو كيختار، هو كيسبان دي فلوس هو. ولكن الواحد الثاني ما بحال دابا المارشي ديال المغرب، راه خاص الواحد يعرف كيفاش ياناليزي المسائل ديالو، فهمتيني. فاش كتلونسي البرودوي كيما قلت قبيله، راه كيدوز من برا اربعه المراحل، اي كومبي لونسيتي كدوز من المرحله ديال التيست، كتبع الانالايز، كتبع الكاستمايز، كتبع السكيلين. كنجرب تيستين، كنجرب برودوي، من بعد كان اناليزي، كنحلل دوك لي كي بي ايز اللي عطاني داك ديك الكومبين، من بعد كنكاستمايزيهم، كنعدل في هذوك التحليلات اللي درت انا، كنعدل فيهم. من بعد الا كان كلشي غادي مزيان، كندوز لافاز ديال الميد سكيل، ويلا دات كلشي مزيان كندوز لافاز ديال الهارد سكيل اوتوماتيكمون. واضح. فالواحد ما يبقاش يقول لا تيستيت 40 برودوي ما خدمش ليا حتى واحد. هنايا راه كاينه شي حاجه انت كديرها ما خداماش، الا ما لقيتيش انت الحل حاول تستعن بواحد اكسبير، واحد فاهم في الدومين، راه ما فيها حتى شي عيب. الواحد يستعمل شي واحد اللي يكون اكسبير فاهم في الدومين، يعني تبارك الله دراري زوينين. ونقول واحد الحاجه، يعني الواحد ما يتقش، شوف الناس اللي عندهم واحد بحال قلتي، عندهم واحد السمعه زوينه، ما يديوش لك ديالك، ما يكذبوش عليك، وعندهم معرفه في الدومين، حيت كاين بزاف ديال النصابه غايتجي لك فلوس، هو فيها كثر الهضره والزواق، هو راه ما تيعرف حتى شي حاجه، ما فهم حتى شي حاجه، هو باغي غير لي فيو، باغي غير يكبر لاشين ديالو في يوتيوب، باغي غير يكبر سميتو الفولورز عنده في الانستغرام، هو ما كيفهم حتى شي حاجه. وكان واحد السيد ودار واحد البلبلات مؤخرا، كان ديما كيطلع لايف مع الدراري، واخا هو ما تعرف حتى وزته، فنتعجب انا الدراري اللي كانوا كيطلعوا معاه كيفاش ما عرفوش باللي هذا ما في حتى شي حاجه. الواحد ان فوا تهضر معاه من هضرته تعرف واش كيعرف ولا ما كيعرفش من الاخر. بصح فالواحد حد انت الا لقيت شي تيستي مثلا قبل يعرف لمن غادي يعطيك الفلوس. بطبيعة الحال انت هنا الى سميتو الى تستعشين 20 برودوي وكتقول ما لقيتش وين البرودكت، انت راه عندك مشكل في شي حاجه. الى ما قدرتيش انت ديكتي هذيك الحاجه اللي فيها مشكل، حاول تستعين بواحد اكسبير اللي غادي ينفعك، واحد اكسبير اللي يزيد بك القدام وغيقدم لك المعلومه. هذاك الثمن اللي عطيتيه ماشي خساره فيه، انت راه كتخسر زباله الفلوس في فيسبوك، ولكن فاش ولا في تيك توك ولا اون سوان، ولكن فاش كتجي تستثمر في راسك تقول لا لا علاش غنعطيه، ولا لا راه الا عطيتيه وخلصتيه وعطيتيه واخا تعطيه 10000 درهم، هو راه عطاك معلومه، والمعلومه هي اللي تساوي الثمن في هذا الزمان. المعلومه هي اللي غادي تديك القدام، ماشي الفلوس. واخا يقول لك مليون، واخا يقول لك 5000 درهم، ويلا عندك الاستطاعه تعطيها وعندك الفلوس اعطيها اخويا واستثمر في راسك. علاش هنا انت راه غادي تحيد عليك بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال العراقيل وبزاف ديال الحوايج انت ما غاديش تعرفهم، يقدر تعرفهم من بعد، ولكن فاش غتصالح مع الحيط مره جوج ثلاثه 10، وغادي تخسر اكثر من داك الثمن في 10 ولا في 5. فهو كيعطيك معلومه اللي غادي تلخص عليك الطريق، واللي معلومه واحده تقدر تسكيلي بها. يقدر يكون عندك مشكل بسيط ما كتردش عليه البال، يقولوا لك هو ويصححوا لك وغتمشي مزيان. فالواحد يستثمر في راسو
ولكن يعرف مع من كيتعامل. كاينين دراري تبارك الله مزيانين يعني عمر هضر كيبارطاجيو من القلب، فالواحد يعرف مع من يخدم، وإلا كان غادي يدير شي كونسلطاسيون ولا عنده شي مشكل ولا ما قدرش هو يافونسي في الدومين يشوف ناس اللي اكسبير، ولا بحال ما هكا يسول تلقى إلا لقيتي كاع شي واحد في مدينتك تواصل معاه وجلس معاه اطبطي وريك داكشي اللي بغيتي وخلصو. كان في خارج مدينتك شوف السمعة ديالو كاينه كي دايره في الويب، واستعان وتوكل على الله وكلشي كيبقى في حفظ الله عز وجل. اللي كاين اخويا رضا. دونك دابا هضرنا اغلبيه دابا هاد الدقائق الاخرى انتريسينا بزاف في الادفرتايزين، كيفاش تيستي، هضرتي على التيستين، هضرتي على السكيلين، كيفاش ينقصوا من السي بي ام اللي كان صراحه بزاف كانوا تذكروه هنايا، طرحوا المساله ديال السي بي ام كيكون عندهم طالع، سي تي ار طايح، لي سيلز كيكونوا جوج قلال، هضرتي على المشكل مناش كاين، كيفاش ممكن انهم يتفاداو باش يطيحوا السي بي ام ديالهم. هضرنا على لي وينين كرياتيف حتى هي راه كنظن نهضرش عليها، اللي كيفاش التيستين ديال زعما البروداكت ريسيرش، مش هادشي هذا هضرنا عليه. كرياتيف على بقيت الكرياتيف احسن كرياتيف تقدر تخدم بها الا لقيتي اليو جي سي راه مزيان. ما لقيتيش كنتي غتخدم بلي فيديو وجمعتي واحد العدد ديال الفيديو مونتي فيديو تقادو، غنقول لك المسائل اللي تعتمد عليهم. حاول من الاول تعتمد على واحد الهوك في الفيديو، 3 سكوند الاولى تعتمد على واحد الفيديو، لا من اللقطات يكونوا زوينين، يعني داك السكريبت اللي بغيتي اللي كتبتي حاول تبين المشكل من الاول باش تهوكي داك بنادم كتعاني من هذا هو الحل ديالك. هوك تبعو البرودوي، وري البرودوي، من بعد وريه طريقة الاستعمال ديال البرودوي، من بعد وريه سميتو البينيفيتس الفوائد اللي غيستافد من البرودوي، من بعد وريه السوشيال بروف ها واحد استعمله ها كيفاش ولا، من بعد دوزو الكول تو اكشن. قد ما كان الفيديو صغير وقد ما كان تيشرح وفيه واحد الكول تو اكشن مزيانة وقد اتيري وكانوا فيه لقطات زوينين وباينين، يعني الريزولوشن ديالهم باينين ومزيانين، هنا كتكون كتصاوب فيديو واعر وناضي. فهمتيني؟ هذا بالنسبه للفيديو في عجاله. وهضرنا على البرودكت ريسيرش راه قلت لكم اشنو كاين، هضرنا على السدان حاولنا نلخصوه، هضرنا على لي ميثود ديال التيستين، لي ميثود ديال السكيلين. المهم الا كانوا اسئله ما عنديش مشكل. واخ انا دابا انا هضروا على كيفاش ممكن ان الانسان يطلع من الكونفيرماسيون ريت ومن الديليفري ريت، واش هادشي كيتعلق بالسيرفيس او لا يقدر هو يدير شي تدخل من عنده باش يطلع من الديليفري ريت او لا من الكونفيرماسيون ريت؟ دابا كونفيرميشن ريت الدليفري ريت الا كنت خدام في الماركت في المغرب هنا كتحكم في كل شيء. المهم نبقاو في الخليج حنايا. بالنسبه للخليج ما كتحكمش في الكونفيرميشن ريت، ما كتحكمش في الدليفري، يعني السيرفيس هو اللي تيتحكم في هادشي هذا كامل. السيرفيس هو اللي كتكون عنده، يعني هو اللي كيتحكم لك في الكونفيرميشن ريت، هو اللي كيتحكم في الدليفري، هو اللي كيتحكم لك حتى مع الشركه مع تيخدموا هما تيتحكموا في الوقت ديال الشيبين. وفي الخليج الكاش فلو راه ثقيل بزاف وما كيدورش دغيا، يعني البرودوي مثلا في السعوديه في الماركت ديال السعوديه واخا كيقولوا لك لا راه كيتليفرا دغيا، راه اتليست كيدي واحد 15 يوم باش يتليفر. 15 يوم وكاين اللي كيدو، كاين اللي تيكونوا كثار على حسب، على حسب المشكل ما تيكونش في السيرفيس، المشكل تيكون مع الشركه ديال التوصيل. وما كنظنش ان هذه المده هذه يقدر يرجع البرودوي روتور بطبيعه الحال، ما بين المسائل اللي تيرجعوا للبرودوي روتور، يعني تيقدر يتسلك ليه ما يتسناش، صافي شي يجي عليه يقول لي انا بغيت نستعمله في ديك الفتره فاش دوزت الاوردر ما وصلنيش، صافي كيتكونسلا وكيتحسب عليك الروتور. ماشي بحال المغرب، كيتحسب المغرب الروتور نت فيه فور فري، راه في الخليج راه كيتحسب عليك الروتور. مثلا السعوديه كيتحسب عليك الروتور ب 2.99 هي 3 دولار، في الكويت كيتحسب عليك ب 3 دولار، 5.99، قطر هي 5.99، البحرين 5.99، في عمان 5.99، وفي سميتو وفي الامارات 4.99. هادشي في الروتور وفي يعني الدليفري. هنا خويا رضا في البرايسين ديال البرودوي خصنا ندخل هاد لي شارج هادو كاملين، لي شارج الروتور اللي فيه، يعني ماشي ما يضربش، ما يقولش انا خصني نهبط من البرايس ديال البرودوي باش انني نبيع، لا هاد المسألة هادي ما خصوش قاعد يبدا يفكر فيها، خصو يدخل كاع لي فيس اللي عليه من الروتور، من الثمن السورسين ديال البروداكت، من كاع لي فيز اللي كاينين عند السيرفيس، عادي يشوف البروفيت شحال بغا يدير البروفيت ديالو في داك البرودوي. نقول لك قبيله دابا في الخليج نقول لك لي فيز اللي عندك، عندك الليد في، عند الليد في يعني البرودوي فاش كدوز الاوردر من البلاتفورم ديال الاتس للبلاتفورم ديال السيرفيس كتحسب عليك 0.50،
هذه هي الاوردر باش تحط في البلاتفورم. فالكونفيرمات كتحط عليك، كتحسب عليك بسميتو على في الجادجت، هنا كنهضروا على الجادجت 0.50 في سميتو، فاش كتحط الاوردر في البلاتفورم من بعد كتحسب عليك 1 دولار فاش كتكونفيرما. ديليفريت كتحسب عليك 2 دولار. هاد الفيزا ديال الكول سنتر. من بعد كاينه شيبين كوست، كاينه الريتيرن في، كاينه سي او دي في، وكاينه عندك الثمن ديال الابسيل فولفيلمنت، ما بقاوش يحسبوه. هادشي في الجادجيت في الكوزميتيك الليد في كتبقى في 0.50، ولكن كونفيرمد اوردر كتطلع لجوج، والديليفرد اوردر كتطلع ثلاثه، الشيبين كيطلع 4.99 في السعوديه، وفي الريتيرنيت 2.99، ازيد عليك السي او دي في ديال 5%. هادو المصاريف ديال لي سيرفيس وديال شركه التوصيل. عاد كتحسب انت، كتحط المصروف ديال البرودكت كوست بشحال شريتي ستوك، كل حبه بشحال شريتيها، كتحسب الكوست بير ليد، والاهم ميتريكس في هذا هما الكونفيرميشن والديليفري. قد ما كانوا طالعين مزيان، قد ما كانوا طايحين راه كتكون مهرس. وإلا كنتي باش تلقى الـ AOV مزيان، الـ Average Order Value باش كتبيع أنت، هنايا خاصك تحط هاد لي فيز كاملين باش أنت يخرج لك بروفيت على كل حبة شحال تربح، باش تعرف الكوست بير اللي مربحك، الكوست بير اللي مخسرك، والبريك إيفن ديالك. راه الكوست بير ليد على حسب كيفاش كيتحسب، كيتحسب على حسب الكونفيرميشن وعلى حسب الديليفري. الا كنتي كتجيب الليد مثلا بجوج دولار، وكانت عندك الكونفيرميشن ريت 50% مثلا، جبتي 500 حبه، راه كيتضرب داك الكوست بير ليد في 4، وباش يتليفرا كيتضرب في 8. كوست بير ليد هنا كيولي على الليد ديليفرد كيولي 8، على حسب الكونفيرميشن والديليفري، فهمتيني؟ يعني في الخليج كاينين بزاف ديال لي فيز اللي واخد، اللي الواحد خاصو يدخلهم باش يعرف واش كيربح ولا كيخسر. كيجوني هنا بزاف ديال لي كومونتير ديال الدراري. شوف انا ما كنشوفش لي كومونتير صراحه، انا ما عرفتش حتى لي فيدباك ديال الناس على هذا اللايف هذا في لي كومونتير. المهم انت الا بانت لك شي حاجه قول، انا راه والو ما طالعش لي حتى شي حاجه، ما عرفتش. بزاف ديال الدراري مانتيريسين بالمغرب، المارشي ديال المغرب الدراري هنايا كنهضروا على الماركت ديال الخليج. نيكست تايم ان شاء الله نهضروا اليوم على الماركت ديال المغرب. لا ماشي مشكله، راه شوفوا الدراري المغرب، الفرق ما بين المغرب والخليج هو انه المغرب ما فيهش لا كومبيتيشن، كومبيتيشن ما فيهش. الخليج كثيره، فاش كتسورسي شي برودوي في الخليج راه كون عوال على انه كاين 50 واحد بحالك ديجا سورساتو، وما كاينش سيرفيس واحد اللي في الخليج. كاين سي او دي نيتورك، كاين سي او دي بارتنر، كاين لوفتي سيرفيس، كاين سي او دي باور جروب، وكاينين شركات اخرين في الخليج ما معروفينش، وكاين نينجا سيلرز. كاين بزاف ديال لي بلاتفورم اللي فيهم الالاف ديال الناس اللي القدر داك البرودوي اللي لقيتيه انت لقاوه واحد اخرين وجابوه، واللي عنده التيم راه غادي يتحمق من الاخر. الا ما كنتيش واعر في الماركتينغ، ما عرفتيش كيفاش تسير امور، غادي يوحل فيك ستوك من الاخر. والا وحل فيك ستوك في الخارج عندك جوج الحلول، يا اما تبيعو بواحد الثمن اللي طايح وترجعيه فلوسك، يا اما كتحطو في الافيليت كيخدموا عليه بزاف ديال لي ماركتر وكيخرجوه. في المغرب ما عندكش الكومبيتيشن، هنا كاينين بزاف ديال لي لابو ديال لي لابوراتوارات، هنا تقدر تلقاوني برودكت، تقدر تخدم على شي برودوي اللي يكون كوزميتيك. كيما كنقول ما كاينش شي اسمي تاويني برودكت، كاينين بزاف ديال الحوايج اللي كيعتمدوا واش البرودوي يخدم ولا ما يخدمش، منهم الكرياتيف، منهم لاندي بيج، منهم الكوبيراسيون ديال، منهم الثمن ديال. في المغرب تقدر تبراندي برودكت يكون ديالك، هنايا في المغرب تقدر تخدم مع لابوراتوار، لقيت شي برودوي خدام في شي مارشي جاي يصاوبوا عليك هنا في لابوراتوار هنا في المغرب، وما اكثرهم. برودوي يتقام لك 4 دولار بالباكاجين بالمسائل ديالو كامل، ولا 5 دولار مزيان حاول ما امكن. وهنا الكوست بير ليد رخيص في المغرب. لي فيز رخاص، الشركات ديال التوصيل تيديروا 35 درهم 40 درهم، ما كيحسبوش لك الروتور، كيتحسب لك الكونفيرماسيون. يعني لي فيز هنا راه طايحين، ماشي بحال الخارج فيه لي فيز كثر. يعني نقدر نقول لك اصعب مارشي في سي او دي هو الخارج، الاوروب فهمتي. المغرب ما فيهش لا كومبيتيشن، كنقول لك الوين ريت باش تلقى وين برودكت ثلاثه تيستي هما غتخرج على واحد، غتخرج في واحد ولا جوج. هادشي اللي كنتي كتخدم بطريقه مزيانه وعرفتي كيفاش تخدم كيفاش، واهم حاجه اللي ما كيتميزوش بها الدراري ما كيعرفوش يحللوا. يعني باش كيتست البرودوي هنا فين كاين المشكل، هنا فين كاين المشكل، تيقول لك لا ما تيستي 20 30 ما لقيتش وين برودكت، خاصك تحيد هذه المساله ديال وين برودكت من راسك.
عرف بعدا عرف بعدا انت كيفاش تحلل دوك النتائج اللي كيجيو فاش كتلونسي، باش تعرف شنو غدير، واش تصحح واش ما تصححش، واش برودوي مبين ليا شويه باش نزيد نصحح فيه ونموديفي فيه، واش ما عطانيش شي ريزولتا اي نبدل نشوف واحد اخر، واش برودوي كاين ديجا في الماركت، واش شحال من واحد طلق ليه الات، بزاف ديال الحوايج كيعتمدوا على البرودوي تمام باش كتبيع ياك ما غالي، بزاف ديال الحوايج اللي الواحد خاصو يرد لهم البال. ولكن كنت كتستي بزاف ديال البرودوي ما كتلقاش ويني برودكت، عارف راه المشكل فيه. وكما قلت ما قدرتش ديتيكت البروبليم فين عندك، حاول تستعين بشي واحد اللي هو اكسبير فاهم في الدومين، وتبارك الله دابا المعلومه راه موجوده، الا قربت الا عرفتي كيفاش تقرا المعلومه موجوده تبارك الله، عارف هي في من تبع تلقى الحل، ما لقيتيش تحاول تواصل مع شي واحد اللي افونسي في الدومين، شي واحد اللي تيدير نمبرز كبار وفاهم كيفاش يحلل، كيفاش يبقى البروداكت، كيفاش يتيستي، كيفاش يحسب، كيفاش يجيب لي ستوك، كيفاش بزاف ديال الحوايج. واضحة. بحكم بزاف ديال الناس سولوا واحد السؤال، نبغيك انت عندك واحد الاكسبيريونس في الخليج، كيقول لك شنو كيبان لك في لافيليات في الخليج، كنصيحة ليهم شنو تقدر تقول لهم عليها؟ سير في حالات من الاخر واخا سيبو، واضحة الدراري. سمع شو دابا دابا واحد ديبيتون غادي يخسر فلوسه مسكين، فهمت علاش؟ لي برودكت اللي كاينين في افيليت ديجا خدموا عليهم دي ماركتر، زعما ديجا خدموا عليهم دي سيلر اللي حصلوا فيهم لي ستوك وحطوهم في الافيليت. دابا بزاف تيقول لك لا تيديروا دي غوزلطا زيان في الافيليت، راه قولها لهم معدودين على رؤوس الاصابع. اول حاجه خصك تعرفها وشي واحد فاش تحصل فيه الصفوق كيحطو في الافيليت، خصك تعرف باللي كاينه 5000 ولا 20 ولا 30 ولا 40000 واحد يقدر يخدم على داك البرودوي. يعني قد ما كان داك الستوك اللي في داك اللي حصل داك السيلر حطوه في الافيليت يقدر يخرجوا دوك السيلر داك الافيليت الاخرين اللي خدامين عليه في نهار، الا جابوه هي كل ليد لكل واحد تليفرات راه خرجوا ستوك، فهمتي؟ ديجا كتكون عندك منافسه كبيره هنا، هادشي ديال السي بي ام كيكون طالع، برودوي ديجا محروق في السوق الناس ما تيشريوش مازال. اول حاجه يعني الناس الا كان برودوي شراوه وما كانش تيدير داك لي في اللي قالوا كيدير، ديجا الناس كيولوا كيعرفوا داك البرودوي باللي ما منوش، حيت ديجا شراوه وديجا جربوه وما منوش، فهمتي؟ هنا كتسي على البرودوي اللي ديجا اي السوق، الا كان دوز واحد المده كبيره في المارشي وخدموا عليه بزاف الناس ما تعولش يخدم ليك. الا خدم ليك نقولوا 1% ما عرفتش، الا طحتي في شي اودينس ما وصلهاش داك البرودوي الله اعلم، شي ناس اللي ما وصلهمش وطحتي في ديك الاودينس وبهذا داك البرودوي، علاش قلت لك انا قلتي لي اش غنقول لهم؟ قلت لك من الاخر قلت لك يمشيو في حالهم على هادشي، حيت اول حاجه البيجي اللي غادي تجيب غادي يمشي لك في التيست، ثاني حاجه انت غير ما عندكش الاكسبيرونس كبيره، فانا الله الاحسن لواحد اللي ما عندوش بيجي يبدا في بلاد احسن، أقول فهمتي؟ ما عندكش الفلوس حيت ما غادي تحل فلوسك وغترجع فلوس، واضح. فهمتي؟ المهم السوق ما سهلش، السوق ما سهلش. واخا يكون عندك بزاف ديال الفلوس خاصك تتعلم، واول حاجه خاصك تتعلم مزيان وتمشي شويه بشويه، واخا يكون عندك فلوس ما تغامرش تقول لا راه برودوي لقيت جايب لي غير 50 نسورسي فيه واحد الكونتيتي كبيره، لا سير بشويه بشويه عليك باش تفهم انت المارشي كي داير، باش انت تتماشى معاه وتعرف كيفاش تخدم فيه باش تجيب دي ريزولطا مزيانين. انا كنصح الشباب اللي بادي بدا في المغرب المنافسه فيه قليله، فهمتي؟ المنافسه فيه قليله بزاف، لي فيس فيه رخاص، يعني كتحط اللي في البلاتفورم كتديليفرا غد ليه، يعني غد ليه يقدروا يدوزوا لك الفلوس، الكاش فلو كيدوز كيدور دغيا، فهمتي؟ بزاف ديال بزاف هنا كاينين لي لابو تقدر تبراندي بروداكت، تقدر دير ليه السميه اللي بغيتي، الا بان لك خدام مزيان تخدم عليه انت بوحدك، تحاول تعتمد على الباكاج يكون مزيان، دير ان بون بخي، تحاول تماما باش غاتشري البروداكت يكون رخيص باش يخلي لك بروفيت في الاثمنه باش كيتباعوا لي بروداكت في المغرب، نقولوا لا ماجوريتي واحد 199 درهم يعني باش كيبيعوا الناس الاغلبيه، فهمتي؟ هنا لا كونفيرماسيون كتكون طالعه كتكون 80% 85 70 75 حتى الديليفري حتى هو كذلك، عندك برودوي مزيان راه السوق المغربي ما تحقروش، غادي دير فيه دي نمبرز اللي هما زوينين تبارك الله، يعني الواحد ما يحقروش، يعني يكون كلشي قدامك، فهمتيني؟ كتحكم في كلشي وكلشي كيكون قدامك واضح. وكت فهمتي
المهم انا صراحه راه التليفون 10% غيطفى ليا. بغيتك بالاكسبيريونس ديالك في الخليج تعطي واحد النصيحه جلوبال، سواء اللي باغي يافونسي في الدومين او اللي باغي يدير الاي كوميرس في الخارج يستابيليزي. المهم واحد النصيحه جلوبال باش نكلوزي ان شاء الله هذا اللايف، لان يقدر يطفى لي التليفون في اي وقيته. النصيحة اللي نقول للشباب، أي واحد بغى يدخل الماركت كما قلنا في الأول، يدير واحد الماركت ستادي، فهمتي؟ يفهم الماركت مزيان، يفهم الناس كيفاش يخدموا فيه أون جينيرال، يفهم الناس كيفاش يخدموا فيه ويمشي شوية بشوية، فهمتي؟ ثاني حاجة، الواحد ما يجي يزعم يكون عنده شوية الفلوس يمشي يلوحهم كاملين، فهمتيني؟ سير شوية بشوية تفهم الماركت كيما داير. إلا كنت غتخدم في الخليج، ركز في الخليج بوحدو. بغيتي تخدم في المغرب ركز في المغرب، بغيتي تخدم في لافريك ركز في لافريك، بغيتي تخدم في الاوروب ركز في الاوروب. علاش؟ اي مارشي واخا ما يعطيكش ريزولتا في الاول ولكن ركزتي فيه غتفهمه وغدير فيه دي ريزولتا واعرين من بعد. ولكن الا بقيتي كتنقز من هنا لهنا من هنا لهنا، ما غادي تفهم حتى شي مارشي وما غادي دير دي ريزولتا في حتى شي مارشي. ثاني حاجه، بعدوا على الناس اللي تيبقاو يوريوكم النمبرز وكيكذبوا عليكم. راه كاين كنعرف انا دراري تيديروا شي في خبار شي في ضفر كبير، ولكن راه ما عنده باش نيت بروفيت بروفيت، عنده زيرو. انا كنعرف واحد البنت دارت 200,000 دولار ديال السيلز ديال شي في ضفر، عندها في الناقص اكثر من 25 مليون اللي كتسال السيرفيس، فهمتي؟ فهنا الواحد ما يديش على انه وراني النمبرز، داكشي راه كذوب، داكشي راه فيك. كاين اللي تيدير النمبرز. ونقول لكم حاجه اخرى، الناس اللي واعرين ما تيبانوش، هذه اول حاجه. انا ما عمرني بنت باش غادي نسال في راسي، وما عمرني غير انا بان، والله العظيم ما عمرني بنت، ما عمرني دخلت مع شي واحد في شي لايف نهائيا، هذه اول مره كنطلع لايف. وبالمناسبة بالمناسبة راه الأخ رضا راه صراحة باغي يبارطاجي مع الدراري، وزعما كنشكروك زعما على هاد القضية هادي أخويا رضا، أنك بغيتي تطلع وتبارطاجي مع الدراري الانفو. في عجاله حاولوا ما امكن، الى بغيتي تبعوا الناس اللي مزيانين، الناس اللي كيعطيوك المعلومه وما كيعطيوكش كثرة النمبرز وكثرة الهضره بلا معنى، فهمتيني؟ ثالث حاجه اللي غادي نذكرها هنايا، هي ربما الناس كيعانيوا من الدوتاسيون. المشكل ديال الدوتاسيون ما ذكرناهش في المغرب. هنا كيكون عندك الحق في 1.5 مليون، اللي كتكون عندك فيه الحق في الدوتاسيون كتسالها لك، يقدر تخدم ديال العائله ديالك، اختك خوك امك، خدم بهم قضي بهم الغرض، تتعلم مزيان تافونسي. ديك الساعه دوز كري كونت في باينانس، حاول تشري سولد سوا، المهم كاين بزاف ديال الطرق ما باش نبقاش هنا. حاول تكري وايز، حاول تكري بايونير، حاول تشري صوب مع الناس اخرين عندهم الدولار كيبغيو يبيعوه، ولكن عرف هنا في منطق وهذا المكان. والانسان الا بغى يزيد في هذا الدومين، يحاول ما يقارنش راسه مع ناس اخرين، فهمتيني؟ ركز على راسك، كون احسن من راسك ديال البارح، وانت راك ما مسابق مع حتى شي واحد، مسابق مع راسك، فهمتي؟ الا بغيتي تقارن راسك تقارنوا مع راسك ديال البارح، راه حتى واحد ما احسن منك، وانت راه حتى انت مش احسن من حتى شي واحد. الواحد يبقى ديما متواضع، the more I know the more I realize that I know nothing، يعني قد ما عرفت قد ما كنعرف اللي ما كنعرف حتى شي حاجه. والخدمه كما قلت لك، الا كنتي خدام عند الناس، عول تخدم ضرب ثمانيه، كضرب عند الناس ضربه فوا ثلاثه في هذا الدومين. اي كوميرس ما ساهلش، عينيك غادي يبداو ياكلوك، شتي؟ الا ما كنتي كتخدم 16 ساعه 17 ساعه في النهار، وهذا الشيء غادي ديرو بوحدك، حيت كل شيء في الاول كيكون حاصل فيك وخصك ديرو راسك. برودكت ريسيرش، ديزاين، الايديتينغ، الكوبي رايتينغ، بزاف ديال الحوايج. فهاد المسائل كلهم ياخذهم الواحد بعين الاعتبار، ويمشي شويه بشويه عليه طاب باغ طاب، وغيوصل ان شاء الله ويخدم فيما يرضي الله. وكنصيحه اخيره اللي غنعطي، انه اي واحد خدام شي خدمه يبقى فيها، اي واحد خدام شي خدمه يبقى فيها، سيغتو الى كانوا عندهم مسؤوليات ولا مزوج ولا عندهم والدين ولا كاري، يبقى في خدمته باغالين إذا لا كوميرس، حيت يقدر تقول لا راه غادي توصل في هذا الدومين، ما توصلش فيه دغيا. اللي قال لك هذه الهضره تيكذب عليك، بيبيع لك الاوهام ولا بيبيع لك شي حاجه. بقى في خدمتك وسير بشويه بشويه عليك. راه بعض المرات كتكون كتميتريزي الدومين 100% واحسن من 100% ديال الناس، وكل شيء كديرو هو هذاك، كل شيء مزيان عندك، ولكن كتعصر لك الامور، ولا سيد ربي ما بغاش يوفقك في هذيك اللحظه اللي بغيتي فيها انت توصل فيها. سيد ربي عنده خطط اخرين ليك، فبشويه بشويه عليك، حيت كل شيء كيبقى توفيق ديال الله، ما بقاش انا ذكي ولا انا احسن منك ولا لا، بالعكس حنا كنا كنتعلموا، كنا كنطيحوا وكنوضوا، راه من الفشل اللي كيفاش كيتعمل الانسان.
اما النجاح ما تعلم منه والو، ما كتنجح الا قلتي راه نجحت وصلت عمرك ما تعلم شي حاجه اخرى، ولكن الفاشل فاش كطيح وكتنوض كتعلم وكتزيد وكتافونسي. الواحد ديما يصغر راسه، كما قلت لك استثمر في راسك، استثمر في راسك، استثمر في راسك باش توصل. الا ما قدرتيش انك تحلل وتعرف المشكل فين عندك، شوف شي واحد اللي كيفهم وسول وقلب، والمعلومه راه كاينه وشويه بشويه عليك وراه غتوصل ان شاء الله. هذا ما كان شكرا شكرا بزاف اخويا رضا. ان شاء الله علاش لا، زعما نشوفوا هذا اللايف ان شاء الله ونشوفوا اسئله الا كاين الناس عندهم زعما من هنا لقدام، يكون شي حاجه ادفانس شي حاجه اكثر. وبغيت ان شاء الله زعما نطلع شي لايف اخر، فمرحبا بك اخويا. لا بالعكس، ما كاين حتى شي مشكل. تالا كانوا الدراري عندهم باقي أسئلة اخرين، ولا نديروا شي لايف ونشوفوا شي ساعة اللي نديروا فيها شي ساعة. ان شاء الله ان شاء الله اخويا رضا. هاكا نصور لكم كيفاش تقادوا الحساب في بيسي، هاكا نصور لكم النيشان اي باش الا بغيتي تدخل السوق الخارجي تعرف على شي اعتماد وتعرفش اللي ليك واش اللي عليك. حيت هذا السوق هذا الا ما كنتيش كتغيز، ما كنتيش كتغيز ديال بصح الحساب، في الاخر غتلقى راسك ناقص في شي حاجه كبيره. وكما ذكرت وما ما تبقاوش تديو على الاوهام. لا درت 100,000 دولار ديال السيز، 100,000 دولار راه بطاطا في الخارج، شحال 1900 ليد، نقولوا 1900 ليد واحد كتبيع واحد الاو بي ديال 53 دولار، انت درتي 100,000 دولار، شنو المشكل؟ ولكن شوف انت شحال جات لك هذيك 100,000 دولار، شوف المارج ريت عندك شحال، شوف الار واي عندك شحال، شوف الروس ريتيرن اد سبان شحال عندك فيه هنا، شوف شحال بقى لك. اما الاب الأمر كل شيء كيديرهم، ولكن فين بقات الحنكة هي شحال شايط ليك، ماشي يبقى السيرفيس يبيع لك الأوهام باش هو يكبر الشركة ديالو ويبقى رابح معاك أنت وأنت بقاو مخسرين، فهمت؟ فالواحد ما يديش الطمع، يمشي شوية بشوية عليه. ما زربان فين، ولا كنتي غتخدم مع شي سيرفيس، شوف السيرفيس اللي أنت مسلك، شوف جربهم كاملين، شوف السيرفيس اللي كيجاوبك دغيا، شوف لي زاكونت مانجر كيفاش كيتعاملوا معاك، شوف كيفاش كتعاملوا في الادز، كيف شوف واش يقدر يمولوك في لي ستوك، بزاف ديال الحوايج هنا. من بعد كتشوف وكتختار السيرفيس مع الخدام نتايا. انا نهار بديت مع سيرفيس واحد ما بدلتوش، لقيت فيه داكشي اللي بغيت بدون ذكر الاسماء، صافي لقيت فيه داكشي اللي بغيت. لي زاكونت مانجر واعرين، فيهم شباب واعرين، يعني بزاف ديال الحوايج. فاش كتلقى واحد السيرفيس اللي غادي يزيد لك قدام وكيفكر في مصلحتك، صافي بدا معاه. وكما قلت لكم الدراري وبنات، فاش تبغي تخدم بشي مارشي ركز فيه من الاول، عول تركز فيه. الا كنت تتنقص ما غدير حتى شي حاجه في حتى شي مارشي، سواء المغرب سواء افريقيا سواء الخليج سواء اوروبا، ركز في ماركت واحد. ولا كنت غدير شي دومين دير دومين واحد، ما تبداش دير ليا لا ندير ريسكين لا ندير دروب شيبين لا ندير فريلانسين لا ندير الاي بي تي في، ركز في دومين واحد اللي كنتي بتعطي فيه، اعطي فيه باش يعطيك التوظيف، فهمتي؟ وكون ما تحطش المعلومه ديما كل نهار تحاول تعلم شي حاجه جديده. المعلومات ما كيجيوش وكيتراكموا عليك، كتروح لك في الفيك وكتجمعهم دقه واحده، داكشي راه كيتاكيوميليا وكيشبشوية بشويه كطيح في غلط كتصح وكتزيد لقدام. الا كنت كطيح في نفس الغلط وما كتصحوش غتبقى تدور في بلاصتك، واش ما يتكون حتى شي حاجه من بعد صراحه، غتلقى راسك كتخسر وصافي. ومن بعد غتقول لا هادشي راه ما فيه الا راه كيبيعونا الويب، التجاره فيها ما يدار. احسن دومين كاين في الويب هو الاي كوميرس، ماشي هي في الويب، حتى في الاوف لاين، والتجاره مذكوره في القران. فاحسن حاجه انك غتخدم فيما يرضي الله، هادشي اللي قلت لك. واحد الحاجه كنت غنذكر شي حوايج قبل في الاول ما تذكرهمش، اول حاجه راجع بينك وبين الله عز وجل، شوف صلاتك. الا كنت غتعلم الالتزام تعلمه في الصلاه، حاول تلتزم الصلاه ديالك باش تعلم الالتزام، حاول تخدم فيما يرضي الله، شوف علاقتك مع والديك كي دايره، حاول تكون مرضي والديك، حاول ما تكونش قوت الوالدين، حاول ما يكونش عندك مشكل مع والديك، حاول ما امكن انه تكون عندك واحد العلاقه طيبه مع والديك باش توفق. رضا الله في رضا الوالدين، ولا بد تيسر لك الامور، شوف والديك رضوا عليك باش تيسر لك الامور. وكما قلت لواحد ديما يبقى مطاطش المعلومه ويتعلم، ورابع حاجه اللي خدام شي خدمه يبقى فيها الله يجازيكم بخير، ما يزربش ويخرج، حيت غادي يتهرس، ربما تخرج من ديك الخدمه ما تلقى حتى شي خدمه اخرى، وما غاديش تطفر في الاي كوميرس. فاش كتعكس كتعكس درجه واحده، ما تقولش لا لا ما عنديش الزهر، ولا لا ما فيا شي عكس ولا شي نحس ولا شي عين. هكا الحياة هي هذه، بعض المرات كتيسر بعض المرات كتعسر على الناس اجمعين. لي ملياردير عندهم مشاكل، ما بالك واحد هذه هي الحالة، فهمتيني؟ الواحد هذه اللي عنده شي مسؤولية وخدام يبقى في خدمته، فغالي اللي دير الكوميرس يمشي بشوية بشوية.
عندك شويه البيجي تعلم في المغرب خير ليك، حيت لي فيز فيه طايحين. وان شاء الله شوفي لي كيسطون اللي بقاو عندكم، نشوفوا شي وقيته ونديروا شي لايف اخر، نشرح لكم لي فيز في جوجل شيت، نشرح لكم كيفاش تخدموا، باش حيت الخارج ما كنتش كتضبط لي فيز هي في حالات غتبقى تطلق الاس تجيب الليتس هما يبقاو رابحين معاك، وانت مسخر ليهم في المؤتمر كتصوب لك رياتين في لاندين بيج وما شيطر لك في الريال، في الاخر غتلقى راسك كتخسر بدون معنى، فهمتي؟ وان شاء الله في اللايف الثاني ان شاء الله نقدر نشارك معكم نوريكم كيفاش تصوبوا الايجنسي اداك لراسكم، البيزنس مزيان لايسنس ديالكم لراسكم، وصوبوا هادشي كامل لراسكم، ما تشوفوا من عند شي واحد، ما تحتاجوش تشوفوا من عند شي واحد، فهمتي؟ كلشي غتقادو لراسك، غنوريك كيفاش دير التوب اب، كيفاش تحط البالانس، كيفاش تاخذ الفلوس يكون عندك بالدولار، بزاف ديال الحوايج، وان شاء الله نشوفوا لايف ثاني ويكونوا ان شي شاء الله اسئله خير هربانين يا شويه، رضا. شكرا نتفقوا شويه في عجاله، الاخ ما عندوش قال لك الشارج غادي يطفى عليه، وشرف كبير اللي تعرفت عليك الله اخويا، يحفظك ونتمنى الله تعالى نكون الشاب وهذا ما كان. شكرا بزاف والشباب تحياتي لكم، وشكرا زعما انكم بقيتوا معنا حتى الاخر برضا، شكرا بزاف، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي ولايف جديد. حتى شي مشكل في اي وقت، مرحبا بك، كان عندك شي تساؤل، الدراري عندهم دي اسئله صيفط ليا ونبارطاجيو مرحبا معاهم، وحتى الدراري اللي عنده شي سؤال يخليه ليا في الخاص، ومرحبا راه نجاوب. بيان سيغ، راه ان شاء الله الكونت ديالك نقدروا نحطوه في ستوري تما، اللي بغى شي سؤال ولا عنده شي سؤال يدخل عندك ان شاء الله يسولك، وبيان سيغ راك ما تبخلش عليه الاجابه. كان عنده شي سؤال اللي محتاج يعرف شي واحد، وبالنسبه للدراري اللي كيعانيو من السدان، الا كنتو كتعانيو بغيتو لي ستريكتور ديال الباك اب، كنصحكم محمد وافق ولد اكادير، حتى انا راه الاصل ديالي شلح، والله عمرها دار على ضمانتي، راه الدري تبارك الله كيتعامل مزيان وكيبارطاجي المعلومه مع الشباب، وراه عنده جميع انواع ديال لي باك اب، سواء ديال المغرب سواء ديال الخليج، عنده بزاف ديال لي كونت، كيدير بزاف ديال المسائل، اللي محتاج شي حاجه يتواصل معاه، ونقدر ريكوموندي لكم بزاف ديال الدراري، وهذا ما كان الناس اللي كنعرفوهم وكان تيكون فيهم من طبيعه الحال، خايف رايك معاهم مشكل يجي عندي انا نخلصك. ماشي مشكل، حنا كنعرفو الشباب فاش كنقولو شي واحد راه بحال هكا كنهضرو على راسنا، مع إيه باش الواحد يعرف مع من يخدم ومع من. بيان سير اخويا رضا، بيان سير، الله يسر الجميع، والدراري نشوفكم ان شاء الله في لايف جديد، وإلى اللقاء. والى اللقاء. يلا الله يحفظك، الله يستر، مرحبا الله اخويا يعاونك، رضا، شكرا بزاف، تحياتي لك. الله يستر. شباب اللايف تبارك الله راه درنا فيه واحد تقريبا واحد ساعة ونص، الضيف ديالنا تبارك الله زعما بارطاجا زعما ماكسيموم ديال لي زانفو وداكشي من القلب، هضر على ستركتشر، هضر على لي كرياتيف، هضر على كيفاش تهبط سي بي ام، هضر على الكونفيرماسيون، هضر على الوينين استراتيجي ديال الات، الوينين استراتيجي ديال كيفاش تلقى البروداكت، هضر على كيفاش على الات اون جينيرال. دونك اللايف ان شاء الله هو راه سالا دابا، كنبغي نوجه ليه تحيه، وكنبغي نوجه تحيه لاي واحد كمل اللايف